ذا شو سنت مبررات مؤشرات التغيير يعني أمشى سيني الفلاني راح تبدلوه بدل إيمانيك ما لانت المؤشرات لانت للسيني العلامات اللي قد فتح مثال تقريبي في كيف ماك طومبيلات أشيني ميلو النهر طومبيل ميلة للطابلو دبار السينيالي دروج أشي لقد قارير السينيالي دروج المعني سيلقاه يحبس خطار طوموبيلي ستقف لا حاجة حواجة شانجمان تغيير حاجة خسارة حاجة خسارة مثلا ذو ليسونسي خاص المازوت لاشين ديستريبيسيون هاشو ليسونسيال لا حاجة يخصا طوموبيل سينياليد سوق طابلو دبار فكاد إشارة حمراء ثقيل معني إشارة الخطر معني لا دونجي تكمل راه اتونسيون معناها كاريس كيم طومبيلي يبدل شو كيلقى غادي يبدل نكون اذا راك المال لا نسعيا كل طابلو دبار فرق مثلا نمخلف الى ودينا السينالي كان يون الى ودينا السينالي كو طابلو دبار السينالي ياك كل شيء السينالي هايني ولا السينالي ما كاريس تكمل اطاس كيم ذنان لو طابلو دبار مسني السينالي روج ما زالت كميني ثيشلين سن ذي قير السيرة البعيد الشر بارك لما دي وضع ملحق دوض الموث ما زال فدلن أدياس الوقت عندما أرتن في عندما أريزمير ذي فدل خطر سيطر وطار كل شفاف لذلك مؤشراتنا مبررات تغيير تصيق اللام على سبيل المثال ثم زواروث البعد عن الله زوار غليكس ولاش الخطر ولاش المحنة ثم قرانت ما إلا العبد يفعل فربي سبحانه عز وجل يفعل فربي سبحانه المعنى ثاني سينيالي روج أما كنا سيقار له سينيالي إلاقة إلاقة تفدلوغ إلاقة تغيروغ إلاقة تعوضوغ السيرينيك أتغلوغ ذويني قرب نرسيدي ربي ذويني ضوعان ماشي ذويني يعصان ماشي ذويني يفعل الفلاس نزمنا دنيني الثايض المؤشر والسين ضعف العبادات الإهمال في العبادات إهمال العبادات إزمري ولكن كيني ومن ربي نورمال ولكن العبادين استضعف العبادين هزيلة مي مواقي دخل لكم زوارو يشم لكم زوارو ولكن أفرده أسفك يعني العنصر وحدث خطر يا غير باش نقصد المؤمنين وسنقصد ربي قارد يوث الله مثلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يتوكيل ونبي عليه الصلاة والسلام يفكي يغدي ملاغد الفرائض أما ذي الظليث أما ذي رمضان أما ذي الزكاة بعد يرنا يغدي النوافل فالظليث الفرض سعى النوافل مثل من الفرض أرنو النافلة رمضان أخذم الفرض أرنو النافلة صيام التطوع الزكاة ذي الفرض ذي الركن ولكن ثلا النفيلة الصدقة وهكذا أي غرا كان في عليه الصلاة والسلام حريص باش مذان أذي فارس ثاغنيت سمتو ذرثي سديد دونيت أذي اختر الحسنات باش يوم القيامة أذي للميزانيس ذوينا الزاين سي الحسنات نزمنا دين المؤشر وثلاثة غدا شوث الملل اليأس فقدان لذة الحياة في كانت نجيوث جيو العنصر التفضيل لكن الديغوتير بلك اللغة بسر لغة معاصرة قليل قرار ولاي وين استقصى من يروان من اللوزن مرقز أم ثمطوط من مشطوحن أمين مقارن ديغوتير 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 هكا ستدير لعب ذاكي ديغوتين وايضا لديغوني يوليف جني شوية يغالي حين ويسا الله مفغس الفنة الدنيث أول سايح تنسر ولا ذي الفنة ويسا سيدونيث سمح لي واقي مثلا لو طابلو دبورين سي سينيالي روج سي تادير الى قاضي يبدل رابيدمون خاطر مولاش اسيد رخصه الياس كما يقول الحكماء الياس يقتل الفضائل في النفوس لا مري 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 سعوم لا ياس تقوليس هذا استروح الفنان الحياه يا كاين الهنا ديوغال فيريث يروال نيس ديوغال فيريث فيريث تقوليس الزمان داك العبد ذاك يوسنايث مثلا أذيه يسمي مسير الرحمن ربي سبحانه عز وجل وليس فارا ما يتوب ما يصلي ما يصوم أخطر إرني فعذا أكثر سيبوسا قال العلماء اليأس عقيدة أهل الكفر سيدنا يعقوب يمكش جعل رويس باشا القلفن أذنذين سيدنا يوسف
أو ذهماس أثنين توصي كنت أحكي القرآن الكريم إناس يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. رحت قلب ما يرويو أغف يوسف وكذكماس أندلا غياث ذا القرآن ماشي ذا سقواس ماشي ذا عشرة أتصن سنين قلب فلاسن ولكن ورد سيسد سر رحمة ربي أخطر اليأس الذريث ذي العقيدة من الكفار والعياذ بالله. لذلك تصدقنا سمحتي لي ما إليك شميث لا يساقي إزمرة ذي غيمانيس وقالي سويسيدين وقالي إن غاني منسن بلك تصدي ساعة الشين دونيث ورسعة المشاكل دونيث ولكن يويس الرحمة ربي يويس الدونيث إلى آخره وذي غيمانيس لا يساقي تساويد الخسارة يتساويد المضرة ثم قرانت ألور ما لا يون يسعى المؤشراجي نعنيس يجب أن يتغير يونا ما قيل قذف الدم وقيلوا الثلاثة ويصار العام مزمرة دنينية وجود خلل أو فساد على مستوى النفس أو على مستوى المجتمع على مستوى الذهنيات على مستوى العقلية لمونطاليتي على مستوى السلوكيات على مستوى الأنظمة على مستوى الحكم على في جميع المستويات ما إلا الفساد إلا الفساد إلا الخلل ذي المستوى تجد النغ أما ذي مستوى الأفكار والقيم أما ذي مستوى النظم أما ذي مستوى السلوكات يأخذ الضمن مرة المعنى يس إيلاق أذيلي وفي الدل. لذلك نكون ديار المقدمة الموضوع بس نحواجي ثاك نحواجي ثاك حكاما ومحكومين أفراد وجماعات وأمم نحواجي ثاك طاس. لذلك يتمثل عندما نفكي مثال قطع ما يلا يونس عن نظريقي سوف يعمل من أجل إحداث التغيير ما مولاش سوف يتقاعس سيديوغ المرشري وذي يحبس دفتر مثال أمي قاذ اللي حد داخل السفينة وسيني السفيناجي الشريغ يعني يخرقها في مكان معين زدت عند قيمتها ولكن وقي من جثت يخرقت الشري السفينة أنغرقاك. لذلك العلماء أشدنان ند المسؤولية في الدنيا جماعية أما في الآخرة فردية ثورق الأغذي الدونيث الريسبونسابيليتي جماعية أتنرف ذاك المثل على سبيل التضامن سفينة يوث ما يشريت يون في كاريك سافوس أتغرق سفينة ما تغرق سفينة ضعياك هذا باش لقنر المعنى يجي ذقوله النغ ذقوله النغ وسيقرأ نفسي. لذلك ربنا دي القرآن الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي غرق باش ربي سبحانه وتعالى الزود ينغ هذه الشعور بالمسؤولية أقوذ الثيوث الفتنة مردي أسواغويس ماكشي كان ذويقا ذي ظلمان أتحاز أتحاز ويقا ذي ظلمان ولا ويقا ذو نظلمان من هنا تستيقظ الأمة من هنا تنتبه الأمة باش تكون حارسة للعقيدة حارسة للقيم حارسة للشريعة والمبادئ ما إلا مستوث في مارك مسلاكي تضع يقينا في الدنيا قبل الآخر أما في الآخرة يثمثن المسؤولية فردية أربا غي حسب يوم القيامة يوني اللي يثنقالوث إذ نزل حسب جمهرة المفسرين ربنا في أواخر البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ذي لا قرثغي حسب ربي يي ون ماشي أنقرو ماشي سيذرمان ناس العراش ناس ثمورة أبدا يي ون ولكن في الدنيا المسؤولية تضامنية المسؤولية جماعية إذن ذو قيد بس أربعة بس خمسة إلا ذغ الخلل إلا ذغ المؤشر ويض ذا شوث ضعف أو انعدام الإنتاج أو العطاء ضعف أو انعدام الإنتاج أو العطاء المعنى يسمى لي ونستاقني قرنش ونتزارغ رزاتي تغل مرشارية إما العبيد تقدم رزاتي ما تغل الفير ألو ما لي ونيوالا إيماني سليخ ندبينو إيمانيس أما ذو يعني الأخرى أما ذي يعني القرائيس أما ذي يعني الدونيثيس مرة
نيوالا إيماني سوري تقدم لي غير زاد صدير تشغل مارشاريير وإلا قلت جرس على الإبداع ما إلا يوم سمحتي لي أسمي ساعة 20 سنة يساوي تنتموسني ذي الشرعة ما ذي الأمور ندوي الثلاثية أسمي 50 سنة كيف كيف أقري 30 سنة كيف كيف ولا شك زيادة وقي الإنسان أيضا يحتاج إلى تغيير خطر ما راش يتقدم إلى الأمام ما عندوش لا إبداع ولا إنتاج ولا عطاء.